مرحبا بكم. في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية إنشاء سبروتين ريوزابل، يعني تقدر تستخدمه في عدة أماكن بدون أن تغير به. هذا السبروتين سويناه بفد ميموري ثابتة وبرقم ثابت، مثلا كتبنا به 1200 أتوقع، وبأوتبوت ثابت. زين، أنا أريد أسوي سبروتين يشتغل بكل مكان، يعني مجرد ما أستدعي الميموري مالته، أو يعني بدون ميموري، بدون input او output جاهز. فكيف تسوي هذا الشيء؟ بلوك، تروح على البلوكس، تروح على الانسيرت، السيف البلوكس فانكشن. زين، fc1 اوكي، راح اخليه مثل ما هو سبروتين كومنت، خليه كومنت بانه هذا ريوزابل. اوكي، زين، function 1، دبل كليك عليه راح ينفتح لك البروجرام اديتر. بالبروجرام اديتر شوف، هنا عندك بهذه الخانة الفوق، لو تنزلها شوف هنا شو عندك. عندك ان، وعندك اوت، وعندك التمبرري. زين، بالان انا اريد اضيف فالدوال معينة، وبالأوت دوال معينة، وبالتمبرري دوال معينة. زين، في الان ممكن نضيف الاسم variable 1. اوكي، الداتا تايب مالته انتجر. اوكي، نضيف variable 2، هذا ايضا انتجر. اوكي، و باللي عجبك يعني نضيف 3 حتى نسوي بيناتهم جمع. هنا تقدر تختار اذا انت تريد تختار غير قيم انتجر. اوكي، زين، بالاوت اريد اخلي ريزولت ايضا نوعه انتجر. هذا بالاوت. بالان صار عندنا 3 فاريبل، وبالاوت واحد اسمه ريزلت، وبالتمبرري راح اختار لي واحد اسم temp، والداتا تايب مالتي انتجر. اوكي، زين، هسه كيف تستدعي هذا الشيء وكيف تعمل عليه؟ لو خلينا نختار لنا انتجر فانكشن، او خلينا اد واد ثاني، يعني جمع بين بين رقمين يعطيك اوت. زين، هنا أنا اريد اخلي الفاريبل مالتي فاريبل الاول، وهنا شنو الفاريبل الثاني. هذني ايش راح يطن؟ راح يطن فد ريزلت معين. هذا الريزلت اريد اخذنه temporary، يعني مؤقت. اوكي، ما اريده يكون هو الريزلت النهائي. زين، بعد عندي رقم ثالث اللي هو مخزون بالفاريبل 3. شوف هنا جاي نكتب ماكو لا عنوان، ماكو فتشي يستدل عليه، مجرد فتشي يعني جاهز تقدر انت تستخدمه بعدة اماكن، ما حاجة الادرس او غيره. فاريبل 3 مع يجمع مع temporary. زين، يعني هذني صارن بالتمبرري. الفاريبل الثالث انخزن ويا التمبرري، وبالاخير راح يطلع لك الريزلت. اوكي، حد هنا سوينا السبروتين مالتنا. زين، هسه هنا ما راح يبين عندك الا لما ما اسوي السيف. اوكي، انخزن عندك، تروح بال اف سي، صار اف سي 2 اف سي 1 عفوا، هسه هذا موجود، هو مفتوح، وبالفاريبل الاولى والثانيه والثالثه. اذا تريد مجرد ما تضغط عليه باي برنامج، مفروض مو هنا تستدعي بالاورجنايزيشن بلوك، مجرد ما تضغط عليه راح يجيك جاهز ومباشره تسجل عليه. شكرا لمتابعتكم.